وصل إلى القاهرة قبل قليل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية. كان الرئيس الفرنسي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة الأقصر قبل مجيئه إلى القاهرة. ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل من القاهرة مراسل الغد محمد عاطف. محمد، أطلعنا على جدول أعمال الرئيس الفرنسي في القاهرة في أول زيارة له منذ توليه سدة الرئاسة الفرنسية. نعم، يعني وصل مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وبدأ زيارته من جنوب مصر من مدينة أبو سمبل، حيث زار معبد رمسيس الثاني، وهذا ضمن الاحتفال بمرور 50 عام على حملة إنقاذ الآثار النوبية الغارقة التابعة لليونسكو. وهي أيضا هذه كانت لفرنسا دور كبير في اكتشاف الكثير من الآثار المصرية والفرعونية. الرئيس جاء بزوجته وبرفقة زوجته وبرفقة عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الفرنسيين، من بين الوزراء وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزيرة المالية وعفوا وزيرة الدفاع فلورنسا بارلي ووزيرة الثقافة ووزير الثقافة ووزير الميزانية. هذا الوفد سوف يعني يوقع ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري في مجالات عدة يعني زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر. هذه الاستثمارات التي تقدر حجمها الآن بأربعة مليارات يورو في عدة مشروعات تمثل 165 شركة فرنسية في مصر، في مشروعات الصناعات الغذائية، في التعليم، في الصحة، في كثير من القطاعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. التبادل التجاري أيضا بين مصر وفرنسا يصل إلى 2 مليار يورو، بينهم 700 مليون يورو هي صادرات مصرية إلى فرنسا تتمثل في الخضروات والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية. السياحة والثقافة يا محمد، لأن فعاليات هذا العام هو عام مصر فرنسا كما أطلق عليه، على المستوى السياحي والثقافي هل هناك أي اتفاقات أو بروتوكولات للتعاون؟ نعم، يعني طبعا بما ان عام 2019 سيكون عام الثقافة المصرية الفرنسية، هو عام سيشهد كثير من الاتفاقيات والفعاليات المشتركة بين البلدين في المجالات الثقافية والفنية والسياحية ايضا. الفرنسيون يعشقون الآثار المصرية، وكما ذكرت انهم البعثات يوجد في مصر اكثر من 35 بعثة فرنسية شاركت في اكتشاف الآثار المصرية، وبالتالي هناك اهتمام كبير بالآثار المصرية. لكن أود أن أتطرق إلى الملفات السياسية التي يحملها هي نقاط النقاش والتباحث يا محمد في لقاء الرئيسين، الرئيس المصري والرئيس الفرنسي في لقائهما سويا، أهم النقاط والقضايا والملفات العالقة. نعم، يعني غدا سيلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وستجرى له مراسم الاستقبال الرسمية، ويعقدان مباحثات ثنائية وموسعة، ثم مؤتمر صحفي وتوقيع اتفاقيات. أهم الملفات هي الأزمات الموجودة سوريا، فرنسا لديها قلق من حالة الفراغ التي ستشهدها الساحة السورية عقب القرار الأمريكي بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتأثير ذلك على الأطراف الموالية للغرب من الأقراض. هناك أيضا الاهتمام بالشأن الليبي ومدى تحقيق الاستقرار، وفرنسا تدعم الجهود المصرية التي تقوم بها في توحيد صف الأطراف الليبية المتصارعة وبناء الجيش الليبي ودعم الاستقرار هناك، إضافة إلى أن فرنسا تعول على الثقل الجيوسياسي لمصر من خلال علاقتها بالأطراف في المنطقة بكل من السعودية وسوريا والإمارات وروسيا وليبيا وكثير من الأطراف التي تمثل ميزان القوى في المنطقة، وبالتالي تعول فرنسا على هذا الأمر مع مصر، إضافة إلى أن فرنسا تريد الوصول إلى أفريقيا من خلال مصر، وتنتهز هذه الفرصة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام في توسيع علاقاتها مع القارة الأفريقية وفتح استثمارات وتبادل تجاري بين أوروبا والقارة الأفريقية. نعم، عبر مصر. شكرا جزيلا محمد عاطف مراسل الغد من القاهرة. أعود إليك محمد كلما جد جديد.